لسه حتى الآن الفيروس لم ينتهي. الناس كانت بتتوقع أن مع زيادة أعداد التطعيم والأشخاص اللي أخذوا لقاحات فهيحصل تراجع، ولكن للأسف يعني في عدد من دول العالم بتحذر من موجات جديدة من كورونا. ربما التحور اللي بيحصل بشكل متتالي للطفرات دلتا وألفا وغيره، أعتقد ده برضو ما زال بيفرض علينا جميعا الحذر، خصوصا لما نبص على الأرقام 181 مليون و390 ألف شخص أصيبوا بفيروس كورونا، ودي أرقام طبعا كبيرة. الوفيات حتى الآن يعني الرسمية المعتمدة حول العالم بنتكلم في 3,929,000، يعني حوالي قرابة 4 مليون شخص، وقد يكون الرقم الحقيقي أكبر من كده، لأن في بعض الأماكن وبعض الحالات قد لا تسجل أو يتم تشخيصها أن هي كورونا، فبالتالي قد تكون في دول العالم طبعا كلها يعني في كل قارات العالم، فأعتقد الأرقام قد تكون أكتر من كده. اللي تمثلوا للشفاء بنتكلم في حوالي 165 مليون من 181 مليون، فيعني أكيد في تحدي كبير أمامنا وأمام العالم كله، خاصة في ظل التطورات الأخيرة الخاصة بالتحورات في فيروس كورونا. هنعرف إيه الجديد في هذا الأمر مع ضيفنا الكريم، ولكن نعرف الأول إيه أبرز الأخبار والمعلومات حول كورونا في العالم. بحسب آخر الأرقام، أصابت جائحة كورونا أكثر من 181 مليون، وحصد من الأرواح ما يقرب من 4 ملايين. لم يعد ينقص العالم سلالات جديدة. من الواضح الآن أننا نتعامل مع فيروس ينتشر بسهولة أكبر، فقد حقق تحور ألفا من الفيروس المكتشف لأول مرة بالمملكة المتحدة قفزة في قدرته على الانتشار، ليأتي على نسقها دلتا المكتشف بالهند وذو قدرة أعلى من ألفا على الانتشار. هل هذا يعني أننا أمام عملية لا تنتهي لاستعراض سلالات المتحورة المحسنة التي يصبح السيطرة عليها أكثر صعوبة؟ أم هناك سقف لدرجة خطورة يصل إليها الفيروس؟ تعال معي نستعرض كيف هو الأمر في العالم. أستراليا فرضت إغلاقاً تاماً بسيدني كبريات مدنها لمدة أسبوعين لاحتواء تفشي سريع لانتشار سلالة دلتا شديدة العدوى. أما كوريا الجنوبية فما زالت تعاني تحت وطأة كورونا، فإجمالي إصاباتها وصل ل 154,457 حالة. تحذير أمريكي من إصابة نادرة في القلب بعد تلقي لقاحي كورونا، وتجيز الاستخدام الطارئ لعقار أكتيمرا لعلاج كورونا. بريطانيا تسجل أكبر عدد للإصابات منذ مطلع فبراير ب 16,703 إصابات. وفي العالم العربي، العراق أمام موجة وبائية ثالثة، الجزائر تكثف حملات تطعيمها، ومصر تواصل حملات تطعيمها مع خط إنتاج للقاح فاكسيرا. منظمة الصحة العالمية وضعت 3 سيناريوهات، أولاها جرعة سنوية معززة لجميع الفئات المستهدفة، ثانيها سيناريو جرعة سنوية معززة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عاماً أو أكثر، وجرعة معززة كل عامين للمجموعات السكانية الأخرى. أما ثالث سيناريوهات المنظمة العالمية لا يتضمن أي مادة معززة بعد التطعيم الأولي لكوفيد-19. ما زال كورونا يغير وجه العالم كما لم يغيره من قبل، ويبقى السؤال: هل بوصلة العالم وجامعته الإنسانية تستطيع التغلب على سلالات كورونا التي جدت؟ وبدأ العالم يرتب أوراق أولوياته بمشترك إنسانيته مع سائر البشرية؟ من مصر، محمد عبد العال.